في بلد بيتفاخر فيها الرئيس بتاعها أو اللي بيحكمها بما يسمى بنظام التأمين الشامل، وبتتفاخر كمان الست وزيرة الصحة إن مصر في مكانة مرموقة في دول أفريقيا في الصحة، وبتحاول كمان تعالج الإيه؟ أبناء أفريقيا كلهم عشان يتعلموا من المنظومة الصحية في مصر. أما على جانب آخر في مستشفى، هي مستشفى جامعة أسوان التعليمية، حصل خلال الساعات اللي فاتت إضراب للعاملين، حصل كمان تجمهر ومظاهرة، والسبب مش إن هم بيطالبوا بحقهم في حياة كريمة، ولا بيطالبوا بحقهم في زيادة مرتبات، ولا بيطالبوا في بدل عدوى، ولا بيطالبوا في وجبة، ولا بيطالبوا في تحسين المواصلات، ولا بيطالبوا بأي حاجة. ده الناس دول كانوا قاعدين ومتجمهرين عشان بيطالبوا بحقهم في الحياة، بيطالبوا بحقهم في الحياة. ده اللي حصل مع الممرضة واسمها صباح كورشي، خدمت في المستشفى دي 25 سنة، 25 سنة شغالة في مستشفى أسوان التعليم، أصيبت بالربو يوم الثلاث اللي فات واتنقلت للمستشفى بعد 20 ساعة مرمية في الاستقبال والطوارئ، ما لقيتش حتى سرير تموت عليه، مش سرير تتعالج عليه. اسمع، الست شغالة 25 سنة في المستشفى، ولما عيت ولما تعبت ما لقيتش سرير تنام عليه أو تموت عليه، والبهوات حتى ما حدش فيهم خرج من أوضته أو أمن نومته علشان يعالجها. أصحابها وزملائها في المستشفى أضربوا عن العمل، وعملوا مظاهرة وعملوا تجمهر داخل المستشفى. اسمعوا كده الناس بتقول إيه. ولا مدرس مساعد ولا جد، والنواب بيبقوا نايمين في اوضتهم والعيانين بتموت. كورشي دي ممرضه بقسم العظام، تمام، في الاستقبال من الساعه 1 ولا حد سائل فيها، وسايبينها ورامينا ولا عاملين لها اي حاجه ولا ادوها علاج، وبعدين طلعوها الافاقه، وما الافاقه نزلوها العنايه دي قال مش حاله افاقه، ونزلوها عملوا لها اشعاعات، والحاله المستشفى اللي كان امبارح مع الحاله وسابها ومشي، والنهارده بيضغط التمريض بره المكتب بتاعه. رئيس جامعة أسوان بعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب المصريين بسبب هذه المشاهد العصيبة وبسبب مكافأة نهاية الخدمة اللي حصلت عليها صباح، قرر مؤخرا فتح تحقيق في القضية. لكن بعد ما ماتت صباح وبعد ما بيموت آلاف بسبب الإهمال داخل مستشفيات الدولة المصرية، منهم محمود رفاعي بيقول هو ده آخرنا، نعيش نخدم في المرضى، ولما نكون مرضى ما نلاقيش اللي يخدمنا، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد علي بيقول حتى أصحاب المهنة مش عارفين ينقذوا نفسهم بسبب إهمال الحكومة. محمد جمال بيقول إحنا ملناش دية، شغلانة هتاخد عمرك صحتك ونفسيتك، ولما تقع هيرموك ويجيبوا غيرك. أخيرا هاني إسماعيل بيقول دي ممرضة كانت تعمل في المستشفى، فما بالكوا بالناس الغلابة اللي ملهمش حد في الدنيا غير ربنا. دي ممرضة كانت شغالة في المستشفى 25 سنة، لما وقعت محدش وقف جنبها، لما وقعت ملقتش طبيب ولا دكتور يعالجها، لما وقعت ملقتش حتى سرير تموت عليه، وماتت وهي مرمية في الاستقبال. فما بالك بألاف المصريين اللي واقفين كل يوم طوابير قدام مستشفيات الحكومة من اسكندرية لحد أسوان، ملهمش حد يبكي عليهم، ملهمش حد يتجمهر عشانهم، ملهمش حد يرفع صوتهم. وبالنهاية هي دي مصر اللي بيحكمها العسكر.